السلام عليكم، مرحبا بكم معنا في قناة أم زياد. اليوم غنصوب معكم واحد الطبق، غنصوب معكم الكتف ديال العيد مبخر اللي كيجي غزال ولذيذ. تابعوا معايا الفيديو من الاول حتى الاخر باش تشوفوا المقادير. بسم الله، انا غنعطيكم مقادير. هنا عندي الكتف، هانتوما ديال الحولي اللي مقطع، انا قطعته هكا غنبخرو. هانتوما هنا عندي الثومه، عندي القزبر، طحون، عندي الكمون، عندي شويه الابزار، ملحه، بصله، عندي الزعتره، عندي ورقه سيدنا موسى. هانتوما دابا غنتقب هاد اللحم هكا، نخشي فيها الثومه القشره ديالها. انا دابا كنصور معاكم في السطح. انا جبت موس اخر، هذاك حافي. هانتوما الموس قداش. نبقى نخشي هانتوما بحال هكا وسط اللحم، هانتوما واش كيبان ليكم ولا لا. هنايا غنديرها في الكوكوط اللي شاعله عليها. هانتوما دايره فيها الماء غليان، انا غندير فيها الكتف ديالي. نحاول ندخلو مزيان هنا، غادي عاد يفور وغيتطلق. غندير هذيك العطريه اللي عندي، ندير هذيك الزعتره وورقه سيدنا موسى. غندير هذوك جوج بصلات هكا وغنخليه حتى تطلق، وغنجمعو مزيان في الكوكوط ونسد عليه. هانتوما غدوروا تشوفوا معايا السطح ديالي، تشوفوا معايا اجواء ديال العيد. هانتوما السطح، هي البصله ديال العيد. انا نوريكم فاخر، نوريكم غنجيب اليازير راه زارعاه. ها هو اليازير ديالي، هانتوما انا زارعه في السطح. انا غنقطع معكم باش نديرو في اللحم. ها هو انا نقطع هادو ارميهم في الكوكوط مع اللحم. هانتوما تشوفوا معايا كلشي. انا غندير اليازير هنايا. هانتوما راه شفتوا اللحم تطلق وغيتجمع، وغنسد عليه هنا في الكوكوط. هانتوما الريوسه ديال العيد مغسولين. هما قطعين الاجواء ديال العيد. تنوريكم كلشي. عندي هنايا البصله، هانتوما المحيبقات ديالي. تشاركوا معايا كلشي. انا غنسد على اللحم باش يطيب. انا غندير الصفاره ونخليه يتبخر هنايا، ومن بعد غنرجع معكم باش نوري. غنخشيه في الفران، غندهنو بالسمن ونخشيه في الفران. المهم غتبقاو معايا حتى تشوفوا كلشي. انا دابا غنشوف اللحم ديالي واش طاب. انا دابا كديرها في السطح الفوق، ما عنديش الفران الفوق، انا هبطت هنا باش غنديرها في الفران. هانتوما اللحم راه طيب، هانتوما طاب. انا غنحيدها غنديرها في هاد الطاوه هادي اللي درت فيها بابي ديال الفران. وهنايا عندي السمن وعندي لا موطارد، غنخلطهم بجوج هكا. غندير هاد اللحم هنا في هاد الطاوه، وغنطلي بهاد
غندهنوا بهاد لا موطار دو السمن وغندخلوا الفران ونرجع معكم. انا غندهنوا مزيان. انا ما كنتش عطيتكم داك القزبر والمعدنوس اللي درتو واحد القبطه ورميت معاه في الكوكو فورت معاه. ندهن هذا اللحم كله هكا والفران شاعل. هكا انا غندخلو الفران حتى يتحمر. ملي نجبدو راه غنوريه لكم. دابا الكتف ديالي ها هو ملي تحمر، ملي حمرته في الفران هانتوما كيفاش كيجي زوين محمر مزيان. انا غنركب الخضره اللي مبخره. ها هو البلا. هنا عندي خيزو اللي هو الجزر، البطاطا، اللوبيا، عندي هنا القرعه خضراء، كورجيت، هادشي كله مبخرته ودرت لي واحد الصوص ديال زيت الزيتون والخل، مايونيز، الملحه، حركتهم مزيان ودرتهم في هاد الخضر هادي. انا غنحط هاد اللحم ديالي وسط منها. وهذا البلا ديالي ديال الخضر والكتف مبخر. هانتوما هنا عندي الكمون، هنا عندي مليحه غنحطهم هنايا وسط منه. هانتوما كيجي طبق رائع وغزال وبنين. صحتكم وراحتكم، وما تنسوناش بلي لايك واشتراك في القناة وفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد ديالي. خلوا لي شي كومونتير زوين بحالكم، ومبروك عيدكم وبصحتكم وراحتكم، وتعيدوا وتعاودوا.